هذا هو اكبر حول يا خويا في الضيعه ديال اسماعيل، تباع اخويا ب 300,000. هذا اخويا داير 130 كيلو، ولاني ما تنساش من بارك الخال. ها الغلمره ديال الجمعيه، ها ديال لونوك، وغلم مليحه هذه، راه راكون كانوا العشاقه، راه ديال تحسين السلالات ماشي ديال العياد. ولكن كاينين الناس اللي باغين هذا الشيء هذا، وكاينين الدراويش كل تيمشي على قدره. لا خداو تباعات تا خويا، الطانقه ديال لونسا راه 28.70، والطانقه ديال البيع اخويا 144، حتى كتشوف يا خويا. اشترك معنا في القناة كي يصلكم كل جديد، وذلك بتفعيل الجرس والضغط على زر اشتراك.